عليكم، معاكم ريم. اليوم بناخذ رأي الناس وبنشوف شنو توقعاتهم عن أوميكرون، وهل سمعوا فيه من قبل، ونشوف شنو خططهم حق النيو يير، وهل المتحور أثر عليهم على مخططاتهم ولا لا. خلونا نسمع منهم. المتحور الأخير من كورونا صحيح؟ إيه، ما أدري عنه شو الصراحة. تعرفين بوردكو أوميكرون؟ ما أعرف عنه، بس ما أعرف عنه ولا شيء. طبعاً سمعنا بالأخبار وبال يعني قنوات التلفزيون. أنا أعرف هو آخر متحور من كورونا، وأعراضه أعتقد أنها خفيفة. إن شاء الله يكون تأثير كورونا يكون أقل من تأثير كورونا. يعني هو متحور يعني جديد في كفيروس يعني. يعني كل واحد حاذر في ذا الشيء، بيكون الأمور طيبة إن شاء الله، كل شيء طبيعي. نتغلب عليه إن شاء الله بجهود الكل. إن شاء الله يكون أخف، وإن شاء الله نتجاوز إن شاء الله مثل ما تجاوزنا في المرة الأولية، هالمرة بعد إن شاء الله نتجاوز. توقعاتي يعني للأسف إنه ممكن نرجع مثلا ولا حتى إغلاق جزئي. السفر أي سفر تكنسل بسبب الوضع اللي صاير. اليوم سمعنا في متحورات زي كذا، يعني شلت الأفكار، مو في خطة لكن كان في أفكار وكنسلتها. لا بنسافر، بس بعد لازم واحد ياخذ احتياطاته بأجل. لا والله لا، ما عندي خطة لي ما تستقر الأوضاع. أنا بالنسبة لي أنا لا، بس الأهل يعني. لا والله حتى أنا بصراحة يعني لو في عندي أنا يمكن أكنسل. أنا بالنسبة لي يعني أنا مكنسل، هل نكون في الديرة أفضل.